بسم الله الرحمن الرحيم. ده نبات الدنيا، زرعناه اكسار جنسي بالبذرة. النبات اول ما بيكبر يستمر في النمو والارتفاع لاعلى، ممكن يعطي شجرة يصل ارتفاعها من 8 ل 10 متر. انا لكن هستخدمه هنا كسياج، عشان اعمل سياج يبقى لازم انا اتخلص من البرعم القمي اللي في الفرع اللي هو ده، واقطعه كده عشان ادي فرصة لنمو البراعم الجانبية. وبرضو هفضل اقص البراعم الجانبية كده القمم بتاعتها عشان ازيد من الكثافة النباتية للنبات، واخد منه حجم اقدر اشكله واقصه كسياج زي كده بالظبط. هاي الدكتورة ما بتكلمهاش.